وقت معقول. معنا عبر سكايب من واشنطن سكوت سميث، كبير خبراء مفاوضات السلام الأفغانية. سيد سكوت، أهلا بك معنا. هل ينسحب ترامب، يسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان، ولماذا يريد أن يفعل ذلك؟ أولا شكرا على استضافتي. الرئيس ترامب وبكل تأكيد يرغب بسحب كافة قواته من أفغانستان. السؤال المطروح والذي جاء في الإحاطة الإعلامية التي عرضتموها، ما هي طبيعة تلك الانسحاب؟ تعلمون في فبراير أنه تم التوصل إلى مع طالبان لسحب القوات وجعلها 8500 في منتصف يوليو، لكن ما حدث في التقرير الصحفي بأنه قال الرئيس ترامب بأن أعداد القوات كانت سلفا منخفضة بواقع 7000، لأن هذا الأمر كان قد جاء مفاجئا بالنسبة للجميع. لكن السؤال الذي طرح، إذا ما كان هناك محاولات لسحب كافة القوات قبل الانتخابات في نوفمبر، وهنا لم يحدد الرئيس إذا ما كان سوف يعمل على سحبهم بسرعة، لأنه ما ذكره على وجه التحديد بأنه يرغب بسحب القوات بأسرع ما يمكن، لكنه لم يحدد أي تاريخ بعينه، وهذا يعزى إلى أمرين. أولا، يود أن يظهر للناس الذين انتخبوه بأنه ما زال ملتزما بالوعود التي قطعها بسحب القوات. ثانيا، لاستمرار المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، يرغب الرئيس بأن يكون لديه النفوذ والسلطة على الحكومة الأفغانية التي دعمها، لذا فلا يود أن يرسل أي إشارات مفادها، أي تأكيد قاطع بأنه سوف يعمل على إزالة كافة تلك القوات في نهاية العام الحالي. نعم، لكن سكوت، ألا ترى أن الانسحاب الأمريكي بهذا الشكل التام، يعني ألا يخلي الساحة للإيرانيين، خاصة وأن إيران هذه الفترة متقاربة مع القطريين، القطريين الذين رعوا اتفاق الهدنة مع طالبان؟ أعتقد أن هناك تبعات كثيرة لمسألة سحب القوات، ولا سيما سحب القوات بصورة سريعة، ولأن أفغانستان والقوات الأفغانية غير قادرة حتى اللحظة للدفاع عن نفسها، وهناك مخاوف بأن يخلف هذا الأمر جوا من الفوضى، ولا سيما بعد تجربتنا في عام 2019 حيث انهارت الأوضاع الأمنية بصورة كلية، وهذا قد مهد الأمر لحرب أهلية وظهور طالبان ومشاكل التي لا نزال نتعامل معها حتى اللحظة. من الواضح أن الانهيار النظام في أفغانستان سوف يكون سيئا لإيران، وسوف يكون سيئا للولايات المتحدة، لأن هذا سوف يخلق الظروف المؤاتية لظهور الهجمات التي كانت بدأت عام 2001، وهذا أيضا لن يعود بالنفع للشعب الأفغاني الذي عانى ما عاناه لأكثر من 3 عقود من الزمن من تلك الحروب الأهلية، وعدم وضع السياسة التي تجعل الحكومة الأفغانية في موقع صلب لإدارة كافة البلاد بصورة صحيحة، ولا سيما بعد فترة طويلة من العنف وعدم الاستقرار هناك. سكوت سميث، كبير خبراء مفاوضات السلام الأفغانية، شكرا لك على انضمامك إلينا من واشنطن.